أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج أوتو تيست. حلقة اليوم رح تحكي عن واحد من أهم المواضيع اللي بتشغل بال سائقي السيارات، وهو موضوع استهلاك الوقود. رح نعمل اختبار مع سيارة سكودا أوكتافيا الجديدة ونتعرف على الطرق اللي ممكن نوفر من خلالها البنزين. رح يكون معنا السيد فهمي، هو أحد خبراء الصيانة في الشركة المتحدة. رح يسوق السيارة مرتين من معرض سكودا في البيرة لجامعة بيرزيت، ويسوقها كل مرة بطريقة، ويرجع لنشوف استهلاك البنزين مع بعض. هلا بدنا نشوف شو هي الامور اللي بتساعدنا على التقليل من استهلاك البنزين. اول شيء الحموله الزايده، بدنا نستغني عن كل الاغراض اللي ما تهمنا في السياره. رقم 2، بدنا نتاكد من انه ضغط الهواء في العجال مطابق للنسبه الافضل حسب كتيب السياره اللي هي 30-33 في الاوكتافيا. بعدين في عنا الامور اللي ما بنحتاج نشغلها في السياره، يعني هلا بنقدر نطفي المكيف والكشافات. رقم 4، بدنا نتبع نصائح الكمبيوتر في السيارة ونسوق على رواق. وأخيراً بدنا نشغل نظام Start Stop System. خلينا نشوف مشوارنا الثاني نسوقه على نفس الطريق ونشوف الفرق. استهلكت السيارة معنا أول مرة 18 شيكل، بينما بعد ما اتبعنا النصائح في المشوار الثاني استهلكت معنا 11 شيكل بس. الفرق واضح ولا يستهان فيه، خصوصا على المدى البعيد. وبالنهاية السواقة الصحيحة والسليمة تضمن لنا الأمان وأفضل استهلاك للوقود. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. وسؤال حلقة بيحكي: كم لتر سعر تنك البنزين في سكودا أوكتافيا؟ جاوبوا على السؤال بالتعليقات واعملوا لايك وشير عشان نزيد فرصتكم بالربح. صوما مقبولا وإفطارا هنيئا.